السلام ورحمة الله. خويا أنا العموري رضوان، الأب ديال حمزة العموري. حد الشباب اللي مشاو في إطار الهجرة السرية من المغرب، مشاو انتقلوا حتى للديار الليبية مرورا بالأراضي الجزائرية. ما عرفناش كيفاش تدخلوا الجزائر وكيفاش وصلوا حتى لليبيا، حيت حنا ما فراسناش بأنهم الدراري كانت في النية ديالهم الهجرة. حنا بالنسبة لنا الدراري العاد طالعين للشمال مخيمين في السعيدية، غنطلعوا للشمال الخيمه. قالوا حتى شي حد فينا مع الوالد ديالو ولا الام ديالو قال انا غادي نمشي، حيت اصلا كنت علما ما كانوش غاديين يمشيو. حتى كنتفاجئوا كيعيطوا لنا الدراري من ليبيا كيقول حنا ما تخلعوش، راه حنا كاينين في ليبيا وراه حنا غادي ان شاء الله بغي نمشيو لطاليان. راه واحد السيد هنا نسقنا حنا وياه راه غايزنوا غادي يدينا لطاليان. بركو تما سيمانه حتى النهار 6/7/2021 عيط عليا الدري ولدي مع 8 ونص قال لي بابا راه حنا اليوم غادي نخرجوا داع معايا، راه دابا السيد رجع قال لي نجمع حوايجكم ويلاه. من ديك 8 ونص قطع الاتصال حتى لجوج ونص ديال الصباح عاد عاود عيط عليا ولدي. ديك الساعه وقع الواقع، انا تقلبت من فلوكه بابا، راه تقلبت بين الفلوكه وسط ديال البحر، وراه خرجت عومان انا وواحد الدري، وراه الدراري كلهم بقاو لداخل وراه ما غايقدروش يخرجوا، راه غالبا كاين الموت، راه الدراري ماتوا. واحد السيد ليبي تما الله يجزيه بخير هو اللي ملي خرج لقاع تمايا، هذاك الليبي ملي هضر معايا قال لي راه حنا لداخل وكنسمعوا الغوات، قال لي الدراري ملي كانوا في البحر كانوا كيغوتوا، قال لي خرجنا ما كيبان لينا والو، قال لي حتى ملي بانوا لنا الدراري خارجين بجوج عاد جينا، سولناهم قالوا لنا راه الدراري راه واحد الفلوكه غرقت بينا لداخل. عاد دوك الناس عيطوا على دوك الناس ديال الخفر السواحل، عاد دخلوا ملي مشاو عتقوا جوج دراري لقاو شي لاخر مات. ديك الساعة تقاطعت الأخبار بيني وبين ولديك، شدوا الأمن ديال ليبيا حطوه في السجن، ما بقينا لا كنعرفوا لا حي لا ميت. حتى دبرنا على التليفون ديال السيد اللي كان باغي يحركهم، عيطت عليه قال لي الدراري ماتوا، قعدت هضره راه ما كايناش اللي ماتوا، جوج دراري مات واحد الدري ولد خريبكه ومات واحد المصري. قال لي الدراري راه ملي خرجوا من خرجوا من خفر السواحل راه تشتوا هنايا في النواف في الدواور، راني غدا غنجمعهم وندوزهم لكم. لا غدا ما دوز ولا، عيطت عليه قال لي شوف راني باقي ما جمعتهم. نهار لو 5/6 داك السيد لو 9 لو 8 7 تقطعات الاخبار ديال داك السيد اللي بيته هو ما بقاش كيبان. كندخل الواتساب ما كنلقاش، كنعيط عليه في التليفون ما كيجاوبش اور كونيكسيون. حتى البار عاد اتصل بيا ولدي قال لي بانه داك اللي بيته هو راه تشد، وراه بابا حنا هنا محنين وراه مكرفسين، راه حنا اربعه الدراري، كاين هو ولدي وكاين واحد الدري ولد البرنوصي وكاين جوج دري ولاد خريبكه مشدودين في السجن ديال مليسه في زواغه في ليبيا، زواره الليبيه، سجن مليسه زواره الليبيه مشدودين تما في واحد السن واحد السجن اللي هي اصلاحيه، وكاينه شدنا وكيطلب كيقول لك عتقوني من هنايا وما تخليوش الدراري يدفنوا تما، راه الا ما درتوش شي حاجه اللي هي دابا مزيانه راه غيدفنوا الدراري تما. ما بقيناش انه وانا الا ما جاوش الدراري ما غاديش نجي، يا اما الدراري تجيبهم تدفنهم ولا غادي نبقى حتى انا هنا. عندنا مشكل، والدري كيهضر بواحد الطريقه اللي هي الدري تكون عنده تاثير نفسي عنده، لانه دا هو اللي شاف الدراري تعرف عليهم ملي دازوا للمحكمه، قداش اكد لهم بان الدراري هما صحابه حمزه وحمزه الله يرحمهم ساكن بجوجهم هاد الوليدات. من هذا المنبر كناجدوا جلاله الملك وكناجدوا السيد الحموشي وزير الداخليه ووزاره الخارجيه الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالنا وجيبوا لنا وليداتنا، بغينا ندفنوهم من حدانا. حتى انا باغي نشوف ولدي، ولدي ملي غنجيبوه راه عندي الاكيد بانني غادي نتبع ليه العلاج النفسي، راه غادي يجي وغادي تشوفوا اخرين في واحد الحاله نفسيه اللي هي خطيره. ماشي شي دراري هادو اللي كنقول لك راه دراري نقيين لواحد الدرجه ما كتصورش، راه من بلي لا بكارو لا بحشيش، راه على السبور والماكله وكانوا خدامين، راه ما خاصهم حتى شي حاجه، راه سخوني الراس. والناس اللي في الجانب الاخر كيكذبوا عليهم، الصحاب اللي كيمشيو ما كيقولش لي راه الطاليان خايبه، كيقول صور لي الطاليان جنه. حنا كنعرفوا الناس اللي في الطاليان اش كيعانيو، الدراري تما طمعوا شافوا ذاك الحلم الاسود ما عرفتش بان لهم تما يتمشوا غامره تغامره، وبحال مشاو شراو الموت ديالهم دوك الريالات اللي كانوا جامعين. الا دو 10 المليون لواحد راه شراو الموت ديالهم ب 6 المليون، مشى عطاها تمايا خلى روحه في البحر وجا. الله يجازيكم بخير، عاونونا تنجيبوا وليداتنا والله يرحم لكم الوالدين اخويا. شوفوا لهاد الشبابين تابوا لهم يدوروا يجن بحالك تلقاهم حداكم، غيديروا لهم عطى الله داتوا المبادره البريطانيه هذيك المبادره، عاودوا يديروا حوينتا صغار، عاودوا يديروا بزاف، هادي قلبوا ليه هذا اللي ما عنده هذا، هذا اللي عنده شي صنعه يدوز لينا. اما الاغلبيه كشتيهم الله اخويا لا يحصى لا يحصى. وكنشكركم اخويا من هذا المنبر الله يحفظك. الله السلام عليكم، انا ايت محمد محمد بوات ايت محمد حمزه اللي توفى في ديار ليبيا. انا كنطلب السلطات ووزاره الخارجيه
وباش يجيبوا لنا ولادنا حنا راه محنين الله يرحم الوالدين الى سميتو نشوفوا فينا راه حنا كنتقطروا هنا الله يرحم لكم الوالدين لا حنا لا ولادنا لا امو راه امو راه مابقاش باغا تسكن لينا الله يرحم لكم الوالدين حنا عيشه الملك نبغي نطلبوا من سعادة الملك يجيو لينا يشوف حالتنا الله يرحم الوالدين شكرا. السلام عليكم. كنشكركم من هذا المنبر اخويا وكنشكر الاخوان ديالنا والصديق ديالنا عموري اللي وقفوا معنا في هذه المحنه وعطونا الاخبار ديال وليداتنا. حنا وليداتنا توفاو، انا نقول هذا السيد مسكين توفاو لينا وليداتنا، هو الاخ ديالنا باقي ولده مسكين حاصل تما. الله يجازيكم بخير، بغيناكم تشوفونا وتساعدونا. حنا من هذا المنبر كنشدوا الملك ونشدوا السي الحموشي الى ما الله يرحم والديه لينا شي حل باش نجيبوا وليداتنا ونرتاحوا ويرتاحوا النفوس. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه وليداتنا ضاعوا حنا صافي هنا يسنا منهم، الله هو اللي غالب، ما عندنا ما نديروا صافي. هذاك الشيء اللي بغاو وصلوا ليه، شراو الموت بالفلوس. الله يرحم الوالدين، تنطلبوا منكم الله يرحم والديه وقفوا معنا، راه ما خلينا فيما تحركنا، راه ما خلينا فيما مشينا، راه بغيناكم تتصلوا لنا بالصفه الليبيه باش تشوفوا اش دير معنا شي حال. صيفط لنا وليداتنا، كانوا الفلوس نخلصوهم، كانت شي حاجه نقولوها لينا، راه حنا بغينا وليداتنا يجيو عندنا، ما بغينا حتى شي حاجه، راه حنا ضعنا في وليداتنا، وضعنا في وليداتنا واش نبقوا نتوفاو. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، وناشدكم من هذا المنبر، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، وناشدك جلالة الملك، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، وسي الحموشي، الله يجازيك بخير، إلا ما شوف الله يرحم الوالدين كيدوا لنا مع هاد الوليدات تجيبوهم لنا، راه بغينا ندفنوهم ونرتاحوا، راه الضيوع عندنا ما خاويينش، كلشي الضيوع عندنا، كلشي الزناقي عندنا كي دايرين، هاد المنطقة ديال أنسي كلها بحال هكا، راه شي منظمة جاية لهاد أنسي كتحرك الدراري بزاف، الدراري كلهم ولاو باغيين يمشيو. راه قبيله مساكن تجمعوا عليا شي 30 واحد، قال لي ملي شنا ولدك عمي مات ما قدرناش ما بقيناش بغينا الهجرة. قلت لهم ها انتم كتشوفوا ولدي، أنا بقيت بلاش، أنا كبرت زعما قلت بغيت ولدي يدفني، أنا غادي ندفنو. تنطلبكم من هذا المنبر الله يرحم الوالدين إلى ما تدخلوا لنا، وكنشكركم كنشكركم بزاف. والله يشكر ولدي راه عنده 24 عام. شنو كان كيدير في الحياة؟ نعم شنو كان كيدير في الحياة ديالك؟ خدام في واحد الشركة ولدي. ما عرفتش انا لحد الان، ما عرفتش هي، انا ولدي ما عرفتش هي، انا طعني ولدي، انا ولدي طعني في ظهري، ما عمري طعني ولدي في ظهري، ما عرفتش انا كيفاش وقع لي. تنتجاوب معاه كنهضر معاه كنتكلم معاه انا ويا الاصدقاء، انا عايش مع ولدي بحال خويا، كنعيش معاه كنضحك معاه كندخل انا وياه نضحكوا انا وياه، اش خصك بابا اش خصك بابا اش خصك ولدي، كنعيشوا بحال هكا، ما عندنا شي فرق بيني وبينه. الا هو واحد النهار تيقول يا بابا انا غادي نمشي لوجده دي بلاسمون. فين غتمشي يا ولدي؟ قالك انا غادي نمشي دي بلاسمون. ناض مسكين فوق الطبله، انا جالس فوق الطبله بحال هكا كناخذ هاتي ديالي، عنقني واحد التعنيقه لحد الان ما غاديش تنسى ليا، غتبقى ليا ديما هنا في هاد السنه. عنقني قال يا بابا اسمح ليا، هادي هي الشوفه اللي خليها تشوفني فيها. هادي هي الشوفه اللي غتشوفني فيها. وفعلا فعلا ها هي هي هادي. تجاتني الاخبار قال السيد العمور قال لي ولدي ها كاين، ها ولدك ها كاين ها كاين ها تشوفها. انا بغيتي ولدي دابا يشوفوا لي لا يدفنوه، ها موت هي كتساين. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الا ما شوفوا لينا كيديروا لينا ولدي يجيبوهم لينا. الله يرحم الوالدين، وكنشكركم اخويا بزاف على هذا الاستقبال. الهجره وكنطلب منهم الله يهديهم، ما يتغروش اخويا، ما يتغروش هاد الشباب، راه ما كاين والو، راه ما كاين والو، راه الحلم ديال الظلام، راه كيبان لهم مساكين غادي يمشيو، راه ما عندهم فين غادي يمشيو، غيدخلوا حتى لداخل وغادي يلوحوا في البحر، غادي يعطيه فلوس باش يلوحوا في البحر، راه ما كاين والو، راه بلادو حصل ليه، راه والله كون يعرفوا بلادهم قيمتها والله ما يفوتوها، حنا اللي كنعرفوا البلاد اش كدير، راه ما خصها حتى خير، راه حنا خصنا نخدموا عقلنا، راه الناس برا كيجيو يخدموا عندنا دابا، علاش هاد الشباب عندنا ما يخدمش؟ علاش ما تلقاوش ليه حل؟ علاش طوطوارات في جناب لنا؟ كل واحد ديروا ليه جميتو، جوج ميتو خص ديروا ليه كيوسك، يخلص ليه 2000 ريال في الشهر، كيوسك ديال جميتو اللي عنده شي حرفه يديرها فيه، الجناب تاع المدارس، عطا الله، وحنا هنا ما بنيتي لي حانوت تبيعوا لي ب 25 مليون ما تعطيش فين يتحرك، راه بسيب ما يفكها مسكين، مين غادي يجيب 25 مليون؟ خصكم ديروا تحركوا، خص السلطه تحرك اخويا باش دير لي هذاك الشيء. الله يرحم الوالدين، راه الدراري كيضيعوا، لقاو لهم الحل، راه كاين الحل، كاين الحل، اللي بغى يخدم راه كاين الحل، راه كاين الفلوس عندنا في البلاد، راه عندنا الفلوس في البلاد، راه ما تقولوش ما كاينش الفلوس.